30 عام هذيرا ماشي ماشي انا مو كيقول لي امي ماشي كيقول لي شي حاجه ولا كنخدم معاه ولا انا معتبره ولدي هذاك هذاك تيوقف جنبي هذاك الا كاين شي حاجه يعيط ليا اي حاجه كانت كنحط فيها وهذاك عطيه حياته كامله عطيه للتمثيل والتمثيل ما عطاتو والو ما عطاتوش التمثيل الفن ما عطاهش رجع في الله ولدي ده الله حياته كامله كامله ضيعها على التمثيل لحظات الاخير اللي تواصلت معاه قال لي شوفي بمس قلت لي ها ولدي مالك سميتو كنتسنى واحد السيد باش يحن فينا من الدار البيضاء انا ما نكذبش يحن فينا من الدار البيضاء زعما باش يصيفط لنا شي حاجه ديال هذا ديال العيد عاد عيط ليه قلت ليه شوف احمد مالك قال لي مريض فيه طنسيون طلع لي طنسيون الجلاله قلت له راه الجلاله ما كدير هكاك قال لي وانا قلت انا الجلاله هي اللي كدير هكاك قلت لي الجلاله راه انا حيدتيها لي وقف معايا تحيد الجلاله هو اللي وقف معايا تحيد تحليله الاول ودرت فتحت الاول ما خلي دائما وقف معايا دائما وقف معايا بابتوش واحد الرجل عطاهم واحد الرجل سولوا عليه هذاك عزيز اللي جيت واحد 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 قلتوش واحد الرجل عطانا واحد الرجل ما مثلوش ما عندوش المثال سولوا هذا السيد هو يعطيكم شنو ما عندوش المثال ديالو ما كانش المثال ديالو خوتي رجع في الله رجع في الله دا سيدي ربي رجع في سيدي ربي دري الله ولدي جلال قولي الله يرحمه عليه برحمة الله الله يرحمه عليه برحمة الله اش غادي نقول ما عرفتش اش غادي نقول تعازينا الصادقه وان لله وانا راجعون الساحه المغربيه الساحه السوسيه الساحه الامازيغيه كتفقد احد اعمده الفنانين السوسيين الامازيغ بانسكان بجهه سوس ما صدرها ان لله وانا راجعون احمد بدوج الاستاذ الفنان الكبير المتواضع إنه لعلى خلق جميل صراحة يعني أنا عشت معه فترات طويلة اسمحوا لي لأن مكره ما عنديش ما عندي ما ندير يعني أقل شيء ممكن هو أنني نبكي في هذه اللحظة السلام عليكم سي أحمد بدوج بالنسبة لي كأب لي أستاذ ديالي هو اللي اكتشفني في الميدان الفني والمسرحي أنا نائبة الرئيس ديالو في جمعية محترف تيفاوين اليوم كنجيو كنوقفوا هنا قدام باب لاموغ لاموغ ديال الحسن الثاني بغينا نشوفوا واخا والنظره الاخيره ديالنا اللي واخا واخا غير عبر السيارات نقل الاموات لان ما قدرناش نشوفوا ما قدرناش نتسامحوا معاه وطلب الله يرحمه ويغفر ليه ويسمح لينا حنا فقدنا فيه واحد الانسان رائع واحد الهرم الامازيغي اللي ما يمكنلوش الثقافه الامازيغيه ترجع بحاله وما يمكنش شي واحد يعمر بلاصتو للاسف الشديد بالتواضع ديالو بالحب الفني ديالو بحب الناس وبحب اي حاجه كتعلق بالثقافه الامازيغيه حنا كنتاسفوا ليه بزاف وكنوجه العزاء ديالي لعائلته الصغيره ولعائلته الكبيره والحمد لله على لطف الله والحمد لله على قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى حنا نطلب الله يبعد علينا هذا الوباء هذا في بلادنا وما خليناش مازال نفقدوا العائلات ديالنا والاحباب ديالنا اللي عزيزين علينا وشكرا بزاف نشكد يعني في القلوب النغبه راه يتالم الفقدان يعني الطرف الميدان الفني يعني قمتنا غيان وخاتار بهره مقور قمتنا احمد بدوج هذا صغفر ربي سامحات وكان يشكد الظرفيه يتشوف يقول لنا حتى الفيروس هذا كورونا هذا سي غفر ربي هذا سي سامح ربي اي فكر ربي صبري تا وجانس كله تضم الزين ولا تضم القرن يعني الظرف يقاو جد مؤلم شكو ميد نقصود حتى الايام العاديه مثلا يخص تغيدنا في نزار يخص تغيدنا في الدكان نمدك كل هذا سي غفر ربي ولكن الغالب الله الظرفيه يدور ربه راه تسامح
ميد يعني تلاقيس تاودا الفيروس هذا الا ما يجوز نادياش كتي سي احمد بدوجي كان الاستاذ خطر الاستاذ مسرحي يفكتو قلتين انا يزوارني سيسكر الفرقه المسرحيه غيد اكادير الين التلاميذ اللي ميوقع السبب هذيك الشمس الميدان الفني الين ولي دار صغراني للمسرح زوز نادي حاضرن ولكن الغالب الله الظرفيه يدور تسامح على اي نار تنطرح ميته وجانس كله تضم قرن ولا تضم الزين ارنتني انا لله وانا اليه راجعون دغي بالضرب يختولي وين نغيا يتما اي حدو ربي الباس يا ربي تبارك وتعالى انت سيت الوباء بيد الله مسلم ولا الانسانيه عامه اشكو غياده تيوريكي الحال غير مسلم ولا بنادم يمكن يريقت وراي ستريت الضرر هذا غي سامح ربي يغفر ربي سي احمد بدوجي قال لنا هذا سي سامح ربي تنميرتنون إنا لله إنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت البشير المرحيم ويسن عمي أحمد بدوج عطي رحمة ربي عطي رحمة ربي سمحاس يصبر توجانس ولا الجمهور نس ولا المحبين نس أشكو يقايو نزور بهرام قرن كفنان كمخرج كمسرحي أحمد بدوج حياة نس يقايان بلاد مي ضرفني كان كل شيء ميدن ورجوت تفوق تصايمينس يعني ريت نصح يعني كل ما يقال الشباب باش يعني يتكفي الفيلم المسرح السينما بالخصوص المسرح السينما نتمزيغت يوسي ديما الرايا يمزيغن يوسي ديما الرايا يعني المنطقه نسوس كفنان كمخرج سينمائي كمسرحي إيجايا ونزور يعني للتاريخ ورتتو يفل بزاف يعني المنطقة نسوس ولا الشلوح نحن يعني المنطقة الجنوب كله يعني إيجاز صغر المخرجين اللي زورنين صغر الممثلين اللي زورنين حمسنا الميدان المسرح السينما كله ري كتي تمغار تور أول إخراج سينمائي انت بيزقارن أتي رحمة ربي يوالي ترحمت إيوا سنعمي مسكين زغم الزينس نتا يقا مولوع اللي فاس ربي الهبيان الزغ اللي حي فوق المدرسة إلى عبيمي كو كنت كورت من واحد يتعطى الفن يعني تاوي كل شيء تدرت نس تاوي الحياة نس يسمح حوق يونس يسمح حماس نتروانس أشكر نزرى غير الحالة نس الاجتماعية مني كتقا نتا الشهرة نس من شكل الفرق ملا ديسي لا كان راني دار الشهرة يا نزر الوضعية نس الاجتماعية يعني راه نزر يا الفرق بهري قلت نتا يعني الحياة نس ودار السوق حوق يونس راني نزر المجتمع اللي حيعيش راني نزر الشباب اللي دا ينكر نزر المستقبل نت مازيرت المستقبل نت في النار المستقبل يعني نت مازيغ يعني يو سيدي ما السي عريش الحي يو سيدي نت مازيغ اليوم كنتأسفوا بزاف لأن الساحة الأمازيغية افتقدت واحد الهرم واحد الفنان اللي عطى الكثير والكثير في الساحة الأمازيغية كاتب ومؤلف ومخرج وأستاذ وأب ما غاديش ننساو كيفية التعامل معنا مع الناس اللي كنا خدامين معاهم حنا كيعتبرنا كتلاميذ ديالو كيتعاون معنا للأسف هذا قدر الله أجل إنسان وصل الأجل ديالو كلشي ديال الله منا لله وإنا إليه راجعون انا كنبلغ تعزيزه ديال عائلته الكبيره والصغيره وما نقدروش ننساوه لانه فنان متواضع بالتواضع ديالو وبالحب ديالو كيحبوا الكبير والصغير حنا جينا اليوم واخا بسبب كوفيد 19 ما نقدروش نسلموا معاه ولا نتسامحوا معاه ولكن ولو نظره اخيره ونشوفوه في السياره ديال نقل الاموات والروح ديال احمد بدوش راه عند الله كنتمنوا ليه الرحمه والمغفره وكنتاسفوا على هذا الخبر اللي كان مصدوم ولكن هذا مكتب هذا الشيء اللي كنتمنوا كنصبروا الجمهور ديالو والعائلته والاحباب ديالو الممثلين ومن الجمعيات راه ما سهلش باش نفتقدوا هذا الفنان الكبير اللي عطى الكثير. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.